زمن حرب ليلة الاثنين، كانت المصارعة الحرة هي أفضل وأقوى حالاتها كمنتج تلفزيوني، عندما كانت ليست فقط منافسة لعالم المسلسلات بل متفوقة عليهم. وكان السبب في بداية ذلك هو تكوين عصابة NWO في اتحاد WCW، حيث كانت هذه العصابة نقطة تحول كبرى لعالم المصارعة الحرة، وهي في نفس التوقيت ملهمة للكثير من نجوم عالم المصارعة الحرة الجدد، وأصبحوا يعتبرون عصابة NWO قدوة لهم في كيفية تحقيق النجاح. ومن هؤلاء الذين يعتبرون عصابة NWO ملهمة وقدوة عدد من نجوم اتحاد NJPW، حيث قاموا في منتصف عام 2013 بتكوين عصابة مستوحاة من مبادئ عصابة NWO، أطلقوا عليها مسمى عصابة البوليت كلوب. مقدمكم جود جي دي 13 من هروج المصارعة، وبسم الله نبدأ. كان النجم برنس ديفيد المعروف حاليا بفين بالر عضو في فريق مع النجم ريوسوك تاغوتشي في الاتحاد الياباني NJPW، لكن حصل تغيير في سلوك برنس ديفيد ليبتعد عن زميله، وتقام مباراة فرق في عرض أقيم بتاريخ 3 فبراير 2013 بين فريق برنس ديفيد وكارل أندرسون ضد فريق هيروشي تاناهاشي وريسوك تاغوتشي. انتهت بفوز فريق برنس ديفيد وكارل أندرسون. تحدد مباراة بين برنس ديفيد وهيروشي تاناهاشي على ألقابهم الفردية، حيث كان برنس ديفيد حامل لقب الجونيور وهيروشي تاناهاشي حامل لقب الوزن الثقيل. يكون موعد هذه المباراة بتاريخ 3 مارس 2013. انتهت بفوز هيروشي تاناهاشي، ليعود بعدها برنس ديفيد لفريقه مع ريسوك تاغوتشي، ويدخلان في المنافسة على لقب الجونيور للفرق، حيث نافس على اللقب في عرض 7 إبريل 2013، لكنهما فشلا في تحقيق اللقب، لينقلب برنس ديفيد على ريسوك تاغوتشي وينضم معه النجم كينغ فالي باد لوك فالي. وفي عرض 3 مايو 2013، وبعد نهاية مباراة تاناهاشي مع كارل أندرسون، تدخل كل من برنس ديفيد وباد لوك فالي وتاما تونغا واعتدوا على هيروشي تاناهاشي، وانضم لهم كارل أندرسون ليعلن الأربعة تكوين عصابة البوليت كلوب، والاسم مستوحى من حركة الطلقة التي يقوم بها برنس ديفيد. وكانت البداية الحقيقية لعصابة البوليت كلوب هي عندما فاز برنس ديفيد ببطولة بيست اوف ذا سوبر جونيورز 2013 يقابل النجم تاناهاشي في مهرجان دومينيون 2013، حين فاز عليه ويعلن عن تحدي لحامل لقب الوزن الثقيل وقتها النجم أوكادا. لكن عداوة عصابة البوليت كلوب استمرت مع تاناهاشي، وفي عرض 20 يوليو 2013 فشل برنس ديفيد من الفوز على أوكادا، ليعود لاستكمال عداوته مع بقية أفراد عصابة البوليت كلوب مع تاناهاشي، والتي حددت لأجل مباراة لامبر جاك ديث ماتش بين تاناهاشي وبرنس ديفيد، وفاز بها تاناهاشي. وفي تلك الفترة انضم عدد من نجوم الاتحاد المكسيكي CMLL لعصابة بوليت كلوب، يتقدمهم النجم بوكا نيرو. وفي بطولة سوبر جونيورز للفرق لعام 2013 انضم فريق اليانج بوكس لعصابة البوليت كلوب، وفي بطولة وورلد تاغ ليج 2013 فاز فريق كارل أندرسون ولوك جالوز بالبطولة، وفي مهرجان السنة 2014 لاتحاد NJPW مهرجان ريسل كينغدم 8 فاز لوك جالوز وكارل أندرسون بألقاب الفرق، لكن برنس ديفيد خسر لقب الجونيور للنجم كوتا إيبوشي. ليعود برنس ديفيد لاستكمال عداوته مع صديقه السابق ريوسوك تاغوتشي وينشغل عن عصابة البوليت كلوب، لتنتهي هذه العداوة في عرض 6 إبريل 2014، عندما فاز ريوسوك تاغوتشي على برنس ديفيد بعد تدخل اليونج بوكس ورفض برنس ديفيد لتدخلهم. وبعد المباراة حضن برنس ديفيد صديقه تاغوتشي ليعلن بذلك نهايته في زعامة عصابة البوليت كلوب ورحيله عن اتحاد NJPW، عندما أعلن عن توقيعه مع اتحاد WWE. وبعد رحيل برنس ديفيد تولى زعامة عصابة البوليت كلوب كارل أندرسون، لكن بعد انضمام إيجي ستايلز لاتحاد NJPW انضم لعصابة البوليت كلوب وأصبح زعيم العصابة، لكن في الولايات المتحدة.
لكن من بعد عرض 3 مايو 2014 عندما هزم ايجي ستايلز حامل لقب الوزن الثقيل أوكادا بعد خيانة تاكاهاشي وانضمامه للبوليت كلوب، أصبح ستايلز البطل الجديد وزعيم عصابة البوليت كلوب الأول، لتصبح عصابة البوليت كلوب المسيطرة على اتحاد NJPW. لكن وفي أكتوبر 2014 خسر أي جي ستايلز لقب الوزن الثقيل لعدو العصابة الأول هيروشي تاناهاشي. وفي تاريخ 8 نوفمبر 2014 انضم النجم كيني أوميغا لعصابة البوليت كلوب. بعد ذلك أكملت عصابة البوليت كلوب عداوتهم مع النجم أوكادا. وفي مهرجان راسل كينغدوم 9 فاز العضو الجديد لعصابة البوليت كلوب كيني أوميغا بلقب الجونيور، لكن زملاء لوك جالوز وكارل أندرسون خسرا ألقاب الفرق. لكن وفي عرض 11 فبراير 2015 استطاعت عصابة البوليت كلوب من استعادة ألقابهم التي خسروها، عندما استرجع لوك جالوز وكارل أندرسون ألقاب الفرق، واستطاع إيجي ستايلز من استرجاع لقب الوزن الثقيل من تاناهاشي. وفي مهرجان دومينيون 2015 تعرضت عصابة البوليت كلوب لخسارة قاسية، عندما خسر كيني أوميغا لقب الجونيور للنجم كوشيدا، وخسر أي جي ستايلز لقب الوزن الثقيل للنجم أوكادا. لكن الخسارة العظمى لعصابة البوليت كلوب كانت في مهرجان رسل كينغدم 10، عندما خسروا أغلب مبارياتهم المهمة، حيث خسر كيني أوميغا مباراته على لقب الجونيور للمرة الثانية للنجم كوشايدا، وخسر لوك جالوز وكارل أندرسون ألقاب الفرق، وخسر إيجي ستايلز مباراة على لقب القارات من أمام النجم شينسكي ناكامورا. وبعدها بليلة قام أفراد عصابة البوليت كلوب بالاعتداء على زعيمهم إيجي ستايلز وطرده من العصابة، وأصبح كيني أوميغا زعيم العصابة الجديد. والسبب في ذلك أن كل من إيجي ستايلز وكارل أندرسون ولوك جالوز قد انضموا لاتحاد WWE. وكذا نوصل في ختام حلقة مشوار فرق، كان مقدمكم جود JD13 من هروج المصارعة. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء.